راحت عليا نومه متاخر على الشغل متاخر على الشغل. الساعة دلوقتي 8:30 بالليل وانا لسه بداية الفلوج دوت دلوقتي، ونظرا لان انا عندي يوم طويل تاني. انا عارف ان انا في اخر كام فلوج او تقريبا اخر فلوج الدنيا ملخبطة شوية، بصور حاجات قديمة او يوم قبله وبعرضها في اليوم اللي انا بتكلم فيه. النهاردة برضو نفس الكلام، معلش سامحوني استحملوني. او اول امبارح لما صورت مع احمد، صورت معاه طبعا اليوم كله، صورنا طبعا جزء الفيديو بتاع الثانوية العامة اللي نزل امبارح، وصورت جزء تاني بس دوت ما كناش يعني مرتبينه. هو حصل بالصدفة لما عرفت ان احمد اشترى عربية احلامي اللي انا كنت بحلم بيها وما زلت برضو بحلم بيها. بصراحة انا فرحت له، فرحان جدا لما حد من صحابي يعني يحقق حلم انا نفسي كنت بحلم بيه، حتى لو حد من صحابي دوت هو نفسه مش بيحلم بنفس الحلم. يعني هو بالنسبة له العربية عادي يفكر فيها، جابها مشروع عمل وعادي يفكر يعمله. وممكن يكون المشروع دوت العربية دوت حلم كبير بالنسبة لشخص اخر اللي هو انا، اظن كلمة انا. اليوم اول امبارح مع احمد كان جميل، صورت العربية، عملنا بي رول جامد اول العربية. بصراحة انا فرحت له جدا، مش مسألة ان انا مثلا بقول كده عشان غيران ولا حاجة، لا بالعكس انا فرحان له جدا والف مبروك يا احمد. طبعا الفيديو دوت هتعرض على احمد قبل ما انزله عشان احمد يقول رأيه انزله ولا لا. صوتهم عالي قوي اللي ورايا دول. فاليوم ابتدى بان انا نزلت عشان اشوف عربية احمد اللي هي كانت حلم حياتي وما زالت حلم حياتي، وبجد انا فرحان له جدا انه هو جابها. العب يا حمادة. احنا نازلين انا وكوكو. فوكس يلا 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 مستر سودونكا. نازلين انا وكوكو واحمد صاحبي قبل ان نروح نشرب حاجه مع بعض، وفي نفس الوقت احمد جاب عربيه جديده، فنازلين نبارك له ونشوف العربيه برضه، عشان العربيه دي كانت وما زالت حلم حياتي من ساعه ما جيت، بس انا اخترت حاجه تانية يعني. العب ليه العب 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 بعد اذنك ما تسندش على شنطه العربيه. بعد اذنك ما تسندش على شنطه العربيه. تسمح لي افتح؟ تدعس ازيكم. كوكو كوكو مجنونه بي ام، بتعشق حاجه اسمها بي ام دبليو. يا muss man ja abchecken oder ja genau ist abchecken. احمد باشا حبيبي عامل ايه يا دولي؟ مبروك يا ريس. الله يبارك فيك. مبروك على الوحش. يا راجل على الوحش اكس اكس حلم حياتي. هتيجي او تبدل؟ ايه رايك؟ تعال نبدل. تبدل؟ ايه رايك؟ في في جيفشت هات؟ ده ماس السوزا. كينو. العربية بسم الله ما شاء الله حاجة 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 تحفة من الآخر. العربية ديزل بس مفيش صوت طالع منها خالص. انت عاوز نهزها؟ Und da hier unten, ja, was heißt Ersatzrad? Es gibt keinen Ersatzrad heutzutage. Das sind meine Werkzeuge. Alter Schwede. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Was? Ja, wenig. Ja, natürlich. Muss und so. Muss Bayern-Menschen sein. Ja, ja. Richtig, Prinz. Ja. Na, was bringt's? الاول انا واحمد دلوقتي رايحين نغسل العربية بسرعة. اخش بوزك في النص. خش هو اكيد مش هيخش، هي فاضية. We'll be right back.
حميد مبروك غسيل العربيه. ايوه انت شايف ان انا عسل نبض عارف انضف وبتاع والسكه دي. احمد مالوش ان هو يغسل العربيه يدوي ويمسح زي ما احنا بنعمل. لا ليه ليه بس مش النهارده. مش النهارده؟ اه كده من هنا؟ اه يمين في يمين. سلام يا معلم. حبيبي تسلم على النصايح الجامده النهارده وعلى اليوم الجامد. ربنا يخليك. مبروك على العربيه. الله يبارك فيك يا صاحبي. الله يبارك فيك يا رب. وفي كشري ما تنساش الكشري. ماشي هنظبط الكشري. ظبط الكشري ده. بس وده كل اللي حصل ودي تكمله الفلوج من دلوقتي الساعه 9 الا ربع. انا خلاص شغل اليوم النهارده طويل على ما اعتقد 3 و 4 حاول اعملهم لكم كي ون اي او يبقى فيديو صغير جدا لان انا بشتغل تقريبا 7 ساعات او 8 ساعات في اليوم حسب العيب الاخير بيجي ولا لا. صعب عليا ان انا اصور فلوج الصبح بس برضه احاول ابقى برودكتيف اكتر ما يمكن وبس. فانا هطلع البيت علشان رايح الجيم النهارده. بدات احب الجيم مش عارف ليه. مش عارف انا ببهدل عربيتي ليه. ما علينا. انا وانا طالع ما شفتش البتاع ده خالص. وانا طالع انا فاكر ان يعني الدنيا امان وانا ماشي ما خدتش بالي خالص فالعربيه كحتها في الرصيف. يعني العربيه من تحت خدت تكحيته كده. الواحد مش ناقصه مش ناقصه مش ناقصه. ما علينا. غلطتنا عشان انا مهمل جدا جدا جدا. اوكي انا معتقد كده اليوم خلاص قرب يخلص. هروح العربيه عشان انا طول الاسبوع شغال فضت بنزين نهائي خالص. من حوالي اسبوعين كان سعر اللتر تقريبا يورو وسنت 2 سنت 10. النهارده عشان الناس بدات تشتغل رجع يورو 21 سنت ولسه هيزيد هيرجع تاني سعره لحد 31 1.38 حاجه زي كده. اكيد طبعا ايام الكورونا احسن بس طبعا لا مش ايام الكورونا احسن يعني السعر كان احسن بس مش مشكله ندفع السعر الزياده بس نرجع نعيش ونشتغل. ده الماسك الجديد اللي انا جبته من مهاب بصراحه. تسلم يا معلم. البتاع شكله اجريسيف قوي. للاسف عندنا عشان في الباو شتيلا اللي هو مواقع البناء دوت في الطريق اللي بيوديني على البيت فما فيش غير طريق واحد بيودي على مدينه ثانيه يعني جنبيه هو اللي بيودي على البيت. فمن كتر العربيات بقى في زحمه كل يوم. يعني اي مشوار انا بروحه في تاخير 10 دقائق. يمكن يكون ال 10 دقائق دول مش حوار يعني واحد يقول لي يا عم مش حوار 10 دقائق بس في اليوم بتاعي انا 10 دقائق كتير لان انا عندي شغل بيفرق عن نادي ونادي تاني ربع ساعه ويمكن بيفرق 10 دقائق. فبقى بعمل حسابي ان هو الطريق بالظبط 10 دقائق بوصل اشتغل فلما يبقى في تاخير 10 دقائق تبقى رخمه قوي.